كنا كنحاولوا انا واحد المجموعه باهي واحد المجموعه المناضلين ان هذا الخلاف يتجاوز. حتى دخول الفقيه البصري فاش دخل كان دخل نهار 10 جوان 1995 وكنا درنا مع واحد الجلسه على اساس انه يتحيى الاتحاد القديم انه انت داخل من اجل الوحده ومن اجل تجميع كل الجهود. هو عنده واحد الرمزيه وعنده واحد الاشعاع كبير الفقيه البصري انه دار به واحد الجوله في المغرب العميق والشبيبه ديال الاتحاد استغل ذاك الوهاج ديال الفقيه البصري وتحاول يحيى تنظيم هذه المسائل. سي بودرقة، بعد العوده ديالك من المنفى الى المغرب سنة 2001، بعد بضع أيام كان المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقعت فيه أحداث وتفاعلات، ممكن تحكي لنا شنو وقع؟ أولا يعني السي عبد الرحمن ديك الساعة كان هو الوزير الأول في نفس الوقت الكاتب الأول ديال الاتحاد الاشتراكي. ديك الساعة المكتب السياسي صيفطوا لنا وفد في العربية عجول وفي محمد الخصاصي المناضلين اللي موجودين تما باش تكون عندهم تمثيلية في المؤتمر. وتقال لي ان هذه مناسبه انت باش تدخل دابا السرفات يدخل، وداز فتره على موت الملك، دابا هذه مناسبه انا باش تدخل انه المؤتمر الاستثنائي. فكانت فعلا مناسبه، وجيت انا نهار 24 مارس 2001. المؤتمر كان غادي يكون 28 مارس و 26 مارس. اولا قبل ما نجي يعني كان ديك الساعه اتصالات كان بدا بعدا واحد سميتو ديال واحد التنافس فين غادي ينزل، واش غادي ينزل في الدار البيضاء ولا غادي ينزل في الرباط. المؤتمر كان ثلاثه ديال المدن كانت تسبق باش يكون عندها اكادير والدار البيضاء والرباط. سي عبد الرحمن احسن لصالح الرباط، صالح الدار البيضاء، صالح الدار البيضاء، وكينتظر من المناضلين ديال الدار البيضاء اللي هما كانوا متحمسين باش ينعقد المؤتمر عندهم. هذا هو باش نقول لك اساس الصراع اللي جا اللي سميتو، بالاضافه لذاك الصراع اللي كان ما بين النقابه التيار النقابي اللي كيتراسو السي محمد الاموي الله يرحمه، والتيار الاخر اللي تيقول كيتراسو اليازغي الى اخره. ولكن كان هذا الصراع ولكن ازداد الحده ديالو عن انعقاد المؤتمر، قرب انعقاد المؤتمر. فالاخوان اللي في الدار البيضاء ما داروا اي مجهود باش يقلبوا على اللي كيحكي السي عبد الرحمن، باش يقلبوا على المقر، المقر اللي انعقد فيه اللي هو مكان عقد المؤتمر، مكان اللي هو مكتب الصرف. يعني السي عبد الرحمن كوزير الاول مشى دشن تماك شي معرض ديال الجلد وعجبه واتصل بهم قال واش ممكن نعقدوا المؤتمر، قال المؤتمر انه منعقد. فديك الساعة أنا كاين اللي كيتصل بيا تيقول لي ما تنزلش في الرباط، تنزل في الدار البيضاء. أنا كيستعدوا لاستقبالك. إيه باش الاستقبال. أنا كنت متبع الخلافات كلها اللي كانت داخل الاتحاد، لا في المكتب السياسي ولا في اللجنة الإدارية ولا في اللجنة المركزية ولا داخل الشبيبة. كنا كنحاولوا أنا واحد المجموعة باهي واحد المجموعة المناضلين أن هذا الخلاف يتجاوز. حتى دخول الفقيه البصري فاش دخل كان دخل نهار 10 جوان 1995 وكنا درنا مع واحد الجلسة على أساس أنه يتحيى الاتحاد القديم، أنه أنت داخل من أجل الوحدة ومن أجل تجميع كل الجهود. وهو عنده واحد الرمزية وعنده واحد الإشعاع كبير الفقيه البصري أنه دار به واحد الجولة في المغرب العميق والشبيبة ديال الاتحاد استغل ذاك الوهاج ديال الفقيه البصري وتحاول يحيى تنظيم هذه المسائل، وعلى اساس انه يعني يدفع في الوحدات الحزب وداك الشيء. السي عبد الرحمن وعلى الخصوص كان كيلح انه يلتحق بهم بالمكتب السياسي. حنا قلنا له هذه القضيه ماشي اساسيه، يعني باراشوتي هكا ممكن يدار مؤتمر ديال حزب في الدار البيضاء ويطلع فيه الفقيه كعضو للمسائل، يعني باش تكون عنده واحد الشرعيه انه جا من القاعده وهذه المسائل. ولكن اعتقد ما لان بعد الدخول كان هناك من لا يريد من لا يريد
وبعدا حتى من القضيه ديال العوده السي عبد الرحمن باش يدخل المغرب بعد الغضبه ديالو ديال 93 من الناس، انت نقول ثلاثه ديال الناس اللي لعبوا دور اساسي في العوده ديالو. كاين المرحوم الحسن الثاني اللي كان بطريقه غير مباشره كيرد على السي عبد الرحمن، فاحنا كنا ديك الساعه في يناير 1994 عقدنا واحد الندوه في مدينه اميان حول الاختفاء القصري، وصيفت لنا السي عبد الرحمن واحد الرساله في ثلاثه الصفحات حول الاختفاء القصري في المغرب، وخصو يكون عاف وخص هذه المسائل تزال. يعني طبعا هذيك تكون وصلت للملك الحسن الثاني. هذا الشيء في يناير. في 9 جويه كان العفو الملكي اللي هو حتى هو الملك حتى هو دار رد فعل، ثم السي عبد الرحمن دار واحد الرساله كان ديك الساعه في اليونان، قال هذا يوم اغر بالنسبه للشعب المغربي، ودارت واحد سميتو الذكرى يعني ديال الانتفاضه ديال 1955 اللي كانت باشتراك ما بين المقاومه وجيش التحرير المغربي وما بين جبهه التحرير الجزائري، تكون انتفاضه في جوج المدن جوج البلدان مستعمره من طرف فرنسا، وكان فيها واحد الموتى كثيره خاصه في الجزائر، وكانت الفرنساويين كينتظروها تكون في الرباط وفي الدار البيضاء ولا في الجزائر وهران، ولكن كانت في واتزام كان واتزام خريبكه وخميسات، يعني كانت في النواحي وكانت كبيره بزاف. الاحداث كلها اثرت على ترتيبات عقد المؤتمر السادس. لا لا لا، انا كنهضر على 55. كنهضر على 55 الذكرى اللي داروا حضروا في الفقيه البصري، حضر فيها داروها في خريبكه. هذه الذكرى ديال هذا الحدث هذا، انه هذا الصراع اللي مع الجزائر حتى هو يكون مناسبه يحيى هذه القضيه هذه. مؤتمر شنو؟ انا جاي يعني باش نقول لك التناغم ما بين الملك الحسن الثاني. فالملك سمع الكلمه ديال السي عبد الرحمن في خريبكه 1995، هذا الشيء كان 1995، استمع للكلمه ديالو ودار خطاب بمناسبه 20 غشت حتى هو، وتماك اعلن على الاستفتاء على دستور جديد اللي غادي يلبي فيه تلغى فيه ذاك الثلث الناجي وغادي يدار فيه الغرفه الثانيه. الدستور 96. الدستور 96 او 97 كيتسمى. المهم هذه المسائل كلها يعني في دخول الفقيه البصري باش تحضر المؤتمر السادس، فهذه الاجواء كانت المسائل. اذا فاش دخلت انا، دخلت في قبل ما انا بدا في باريس، اتصل بيا الفقيه البصري قال لي راه ما غادي نكونش ما نجيش النهار الاول، ما يجيش لانه كاين اعضاء المكتب السياسي وما بغيتش ما بغاش يتلاقى معهم يعني غير لا هذا غير الدخول ديالي انا. هذا نهار 24 قال لي راه غادي نجي لاخذ ليه، وفعلا لاخذ ليه جا هو ومراته هذه المسائل. ورغم ذلك كان السي عبد الرحمن وكانوا اعضاء المكتب السياسي، ملي جا خارج في 12 الليل عيط ليا قال لي شوف خص المؤتمر ما ينعقد شيء لانه ما كاينش التحضير وما كاينش هذه المسائل وما كاينش. قلت له السي محمد دابا هذه 12 الليل والجو ماشي كاينين الناس ما يمكنناش نتذكروا، انا كنقترح عليك جي عندي لا غد ليه في الصباح ونحاولوا نتذكروا. ذاك النهار كان يوم فاتح السنه الهجريه، عيط للسي عبد الرحمن فصاني في الليل نيت، كان ديك الساعه قبل ما نمشي قلت له غدا في الصباح صيفط لي الشيفور نجي نفطر معاك بكري، لان داير مع الفقيه التسعود خصني نشوف انا السي عبد الرحمن قبل. مشيت عنده بكري شي 7 ولا 7:30 وكيحكي لي الصعوبات اللي لقاها، هو اللي حكى لي هذه القضيه ديال انه كان المؤتمر غادي ينعقد في 3 المدن وما كاين شاي، وانا دفعت في الدار البيضاء وما دار شاي وسميتو بعد تحضير المؤتمر ايضا، وان الاموي اجتمع معهم نهار افتتاح في ذاك المقر ديال انعقاد المؤتمر في الصباح عادي بصفه عاديه. كانت هناك بعض اللي كيقترحوا يكون يعني 11 لواحد الممثل. السي عبد الرحمن ما كيبغيش ديك سميتو، حتى هو ما دايرش حلقيه، تيقول لا خص الانتخابات هي اللي تفرز المسائل، وكل الهيئه بغات في النقابه بغات الحصه ديالها التيار ديال كل تيار وهاد المسائل. قلت له دير دابا غير سير بينا السي عبد الرحمن، لان راه السي الفقيه غادي يجي عندي في التسعود. حتى كيحكي لي الصعوبات اللي لقاو وهاد المسائل
والشبيبة إلى آخره. المهم قال لي شوف غادي تمشي مع رفقي اللي درتي معاه، حنا عندنا موعد في 3:30 ديال المكتب السياسي، نمشي في المكتب السياسي اللي اتفقتي معاه، اللي اتفقتي معاه يكون اتفق انا حنا نطبقه. فعلا جيت قال لك حتى ما كاينش شي التمثيليه ديال الشبيبه، ما كاينش المقاومه. بديت معاه قلت له شوف دابا قيل بصري قلت له تاخير المؤتمر يستحيل، ان دابا التحضيرات والوفود جايه لا من المغرب ولا من خارج المغرب، وبالتالي شوفوا شنو المطلوب بالضبط اللي مطلوب. قال لي خص تكون التمثيليه ديال الشيء، عطاني تقريبا العناصر وداك الشيء، التمثيليه ديال المقاومه، التمثيليه ديال هذيك. سالينا انا ويا عيطت للسي سي عبد الرحمن قلت له هو السي محمد معايا راه فاش في الاجهزه ديال حضورهم في المؤتمر ولا في الاجهزه اللي غير المشاركه بعدا في المؤتمر ثم التمثيليه في الهيئات اللي غادي تنتخب. الانتخابات ديك الساعه كتبقى كل واحد والاصوات اللي غادي يجيبها. قلت له اش فين وصلنا؟ قال لي واجيو بجوجكم اجيو تغداو عندي باش نشوفوا هادشي. مشينا عنده انا وياه تغدينا، والمهم قال له هذا شنو؟ قال له ياه اتفقنا على هاد المسائل كلها. ملي سالينا الغداء ياسين كنشربوا اتاي واحد الصلاه، هو السي عبد الواحد جاي جا في 3 هو صاحب المؤتمر الاجتماع المكتب السياسي في 3 عبد الواحد الراضي جا في 3 رقانا وقال لي واقيلا في الجامعه مشى واحد قالوا له سي عبد الرحمن غير زيد هو مشى جلس في واحد سميتو. قالوا راه الاجتماع في 3:30 المهم كيتسناو صافي. خرجنا انا والفقي، قلت للفقي يلاه نمشي ونشوفوا السي احمد الحليمي باش عاوتاني غير نثبتوا داك المسائل. مشينا عند السي احمد عيطت له قلت له غادي نجي ونشربوا عندك تاتاي. مشينا عنده قلت له اشنو فين وصلنا؟ قالوا دار في الفقي. قالوا واش هذا الشيء بصح؟ قال له اياه. قال لي الحليمي وكنعرفنا وكندخلناك شحال هادي حاصل شربنا تاع عند الحليمي. مشى هو في 6:30 ولا داكشي كيعيط لي السي عبد الرحمن تيقول لي داكشي راه ما راه الفقي دار شي نشر شي رساله عطا شي نشرات نشر انه كي داكشي كلشي اللي تا ما كاين منه والو نشرها في شي جريده ولا نشر شي جريده ولا شي. المهم ما كاين والو. هزيت التليفون قلت له السي عبد السي محمد اذا الرساله كانت في جيبك. ايه فاش كنا جالسين عند الحليمي قال لي جبد سجل شي تليفونات تعطيني شي تليفونات ديال ديك الشبيبه الساسي الاخرين وداك الشيء. قال لي تتصل بهم تخبرهم بهذا الشيء. قلت له السي محمد هاد الناس ما كنعرفهمش ما عمري تلاقيت بهم، ما يمكنش كان عيط لهم في التليفون وانا عاد جيت وهاد المسائل. قلت له انا كنقترح عليك غدا اجي تغداو عندي كلكم جاد الناس هاد الشبيبه كلهم يجيو عندي للدار نذاكروا في هاد المسائل مباشره. قالوا الحليمه راه عنده الحق هو الراجل عاد جا وكيتصل بالناس الى اخره. المهم جات هذيك السي محمد دار ديك الرساله باش هادت المسائل. حنا مشينا لحضروا الافتتاح المؤتمر لقينا جوق تماك على برا وكيقراو رساله انسحاب المؤتمر واحد المجموعه اللي هما تيقولوا انه القياده ديالهم هو الاموي اللي داير ذاك المسائل. وبعد غادي نعرف الحقيقه كيفاش كانت. يعني كانوا هما مع الفقيه البصري؟ لا كانوا مع سميتو لا مع ماشي مع الفقيه البصري. دابا حتى ما بين الفقيه البصري والاموي ما كاينش اتفاق. هذا دابا ابراهيم الرشيدي طبيح سهيل يعني مجموعه ديال الاطور ديال الاتحاد اللي في الدار البيضاء كلهم يعني مشاو قراو البيان ديال انسحاب المؤتمر وداك الشيء. حاولت انا شي اصدقاء باش نمشيو نشوفوا الاموي في, في 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 الليل في, 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 في بن حماد في القريه ديالو. ثم وقع واحد الاجتماع في 12 الليل مع السي عبد الرحمن في مع في حضر فيه طبيح وواحد المجموعه اخرين مع السي عبد الرحمن في الوطيل في المنصور في الدار البيضاء. يعني ما كانش مسائل. المهم داز الاتحاد داز المؤتمر ورغم ذلك داز المسائل. عاوتاني درت واحد المحاوله في سبتمبر انا واتصلت بسي ابراهيم الرشيدي قلت له غادي نجتمعوا عندك في الدار يجي الاموي. وجاو كلهم داك التيار كلهم اللي كانوا الاساتذه سي صبري طبيح مصطفى كنعان هادو دوك اللي كانوا مع الاموي هذاك المسائل. وكان حاضر حتى مشى معايا سميتو هذا
حبيب المالكي، وكنحاولوا نقنعوا سي محمد اودي انه راه ما يمكن شيء، راه كاع اللي خرج من القياده ديال الاتحاد مهما كان يعني كيصبح. عطيتو امثله شكون اللي كيشك في يعني في النظافه والفكر ديال عبد الله ابراهيم وداك الشيء، لما صرخ على الاتحاد الحجم ديالو قلت له شكون اللي كيشك في النضال ديال عبد الرحمن بن عمار احمد بن جلول الشتوكي هذوك اللي خرجوا في 83، ولكن ها هما السو الطليعه ما دار شيء، ما دار شيء، اذا اللي كان شيء صغير يكون داخل الاتحاد. المهم ناض صبري تيقول ديك الساعه عاد كان ذاك الحزب اليسار الموحد دار المؤتمر ديالو، داروا في المكتب السياسي عدد كبير وفي المكتب في المركزيه، قال له شو غير هذا الحزب دابا كان اقترح يدخلوا شي عناصر المكتب السياسي وعناصر في سميتو. قلت له انا ما نرضى لكمش هذا الشيء، انا راه قبل ما نجي عندكم تفقت السي عبد الرحمن قال لي اللي درتي تفقتي معاهم. قلت له انا كنقترح عليكم يكون مؤتمر استثنائي وديك الساعه يتحضر وسميتو، وهذه القضيه انا راه جاي بالموافقه ديال السي عبد الرحمن يمكن قادر يقنع بها الاخوان في المكتب السياسي ويدار مؤتمر استثنائي ديال الوحده وديك الساعه توقع المسائل. صافي عاوتاني في يعني شي يومين بعد ولا شي حاجه قبل ما يأسوا الحزب عاوتاني مشيت نتغداو عند الاموي في الدار البيضاء مع ديك المجموعه اللي تغدينا، ومن بعد قال لهم خلوني نجلس بوحدي مع بودرقه. فجلست السبعه كنهضر له تنقول له شوف راه الا كانت الصراع الان على المكاتب الحزب راه غدا حتى النقابه سي دي تي غادي غادي حتى هي غادي تقسم وتقلق وداك الماشي. تنقول له وقلت له فعلا داك الشيء اللي وقع، وقلت له لما كنا مجتمعين قلت له شوف راه نهار خرج يعني تطرد بن عمار وبن جلول كانوا مناضلين دايرين معاه مناضلين حقيقيين، انت شفتي المسار ديالهم فين مشى، انت اللي دايرين بك برلمانيين ومنتخبين وداك المسير راه ما غادي يبقاوش معاك، ما غادي يبقاوش معاك. فعلا لما اعلنوا على انشاء المؤتمر الاتحادي اللي بقى معاه واحد مصطفى كنعان، الباقي كلهم ارتحقوا بالفريق ديال الاتحاد وداك الشيء. وديك الساعه كلمني الاموي في فرنسا وهذا هو اللي مهم، قال لي كان عندك الحق ونقول لك رانا داك سميتو غير كلاو فمو التيمو، انتوما هذا التعبير هذا.